لمداخلة مهمة جدا جدا في ظل استمرار فرحة جمهور النادي الأهلي مع نجم كبير من نجوم النادي الأهلي اللي أيضا كانوا مؤثرين جدا في الموسم، كابتن مروان محسن. يا مروان مساء الخير عليك. حبيبي أمير، أنا ما سمعتكش، بس اتقطع شوية بس. أنا ما سمعتكش حبيبي. إزيك يا أمير، أخبارك إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ سامعني كده كويس؟ كله تمام. أه سامعك كده حبيبي. تحياتي ليك وتحياتي طبعا الناقد الرياضي عمرو الجرزاوي زميلنا العزيز. سلامي لكل اللي معاك، وانا سعيد ان انا معاك حبيبي. احنا اسعد يا مروان، وفي نفس الوقت عايزين نبارك لك طبعا الفوز ببطوله صعبه جدا، بطوله الدوري، وهي الاصعب على مدار تاريخ النادي الاهلي هذا الموسم. فالف مليون مبروك، واكيد جمهور النادي الاهلي فرحان جدا بهذا اللقب. زمايلي طبعا، جماهير النادي الاهلي طبعا هم يستحقوا اكتر من كده طبعا. اديك شفت السنه دي عدت علينا يعني بحلوة ومرة وكلها، فدي أقل حاجة يعني المفروض نقدمها النادي الأهلي طبعا. ولسه في مزيد تاني إن شاء الله من البطولات، ونبقى إحنا الحمد لله قدرنا نسعد النادي، جماهير النادي الأهلي يعني بأسف بطولة الدوري، فإن شاء الله اللي جاي لنا هيبقى أحسن بإذن الله. أنتوا كلاعيبة مروان، هل شكيتوا اللحظة إن النادي الأهلي ممكن يكون بعيد عن المنافسة هذا الموسم، أو إن أنتوا ما تقدروش إن أنتوا ترجعوا في المنافسة؟ لا خالص والله، احنا عندنا اصرار وعزيمه ان احنا ناخد الدوري، واحنا حد اديك شفت ما احنا كنا في المركز، الناس عماله تقول لك انا في المنطقه الدافئه، احنا فعلا دلوقتي خدنا الدوري الحمد لله في منطقه جميله كمان ودافئه والدنيا حلوه. فاحنا كنا عندنا اصرار طبعا، اللعيبه كلها ما حدش طبعا كان مقصر، وفي التمرين وكابتن سيد عبد كان بيحفزنا والجهاز الفني كله واللعيبه كلها وكابتن حسام عاشور طبعا والكوادر الكبار كلهم، فكلنا كنا على قلب رجل واحد الحمد لله، واصرنا احنا ناخد الدوري بعد طبعا العاصمة طبعا في افريقيا طبعا. النادي الاهلي مش ده النادي الاهلي طبعا، لا احنا متعودين اللي يحصل فينا كده فهي كانت فتره وعدت طبعا. اديك شفت السنه دي كلها، وان شاء الله السنه الجايه يبقى في السنه اللي هتبدا ان شاء الله دي يبقى تركيزها اقوى ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله بطوله افريقيا تاني للنادي الاهلي. ابرز الصعوبات اللي مريتوا بيها على مدار الموسم يا مروان، وهل هي صعوبات متعلقه بالدوري نفسه او بالبطوله والفرق اللي واجهتوها، ولا كان في صعوبات اخرى من خلال التصريحات اللي كان ممكن بتوصل لكم على مدار الموسم من مختلف المسؤولين في مختلف الانديه مثلا؟ انا شفت الصعوبات كلها في الناس اللي بتهاجمك دي بقى، وناس بتشكك في النادي وعايزه توقع النادي وكلاعيبه وتقطع في لعيبه وبتاع، لكن ما حدش سمع طبعا. اللعيبه كلها كانت مركزه جدا طبعا، حصل لنا ضربات في افريقيا طبعا. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع تاني نقف على رجلينا، وان احنا نرجع مركز كنا في السادس ورجعنا خدنا الدوري الحمد لله طبعا. ده اصرار وعزيمه اللعيبه كلها طبعا، وان شاء الله اللي جاي لنا يبقى احسن بقى باذن الله ان شاء الله كده. طيب مروان، دايما الكلام بيبقى على خط هجوم النادي الاهلي، وان احنا ما بنحرزش اهداف كتير، وانا عايز استغل فرصه ان انت معايا وانت نجم كبير من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا، انا هسالك عن المنتخب على فكره بعد السؤال ده، لكن بتشوف ازاي خط هجوم النادي الاهلي على مدار الموسم اللي فات ده وعلى كمان قادم بالنسبه للنادي الاهلي؟ انا شايف هو ده بس عدم توفيق طبعا في المواجهه، ما بيحسش اهداف طبعا، بس الواحد بينزل بيعمل عليه طبعا في شغله بالظبط. لو ما جبتش اهداف بتعمل اللي عليك، بتخلى مساحه لزمايلك، بتطلع كل حاجه عندك في طبعا فعلا، وده حاجه بتبقى نصيب من ربنا طبعا. ربنا بيديك توفيق، بتجيب اجوان وتبقى ماشيه معاك، فما فيش توفيق طبعا، بتشتغل وبتعمل عليك لحد ما ربنا بيكرمك. واحنا ما فيش حد مركز لحد، اي حد بيقول حاجه اي حد بيتكلم في حاجه، ما بركزش باي حاجه. احنا بنلعب نادي الاهلي كويس، ومطلوب مننا طبعا احنا دايما في بطولات وبناخد بطولات، بس هو ده اللي احنا بنستمع ليه، تمرينك وتشتغل على نفسك، بس هو ده اللي بنعمله. طيب انا مصر في كل مداخله مع نجم من نجوم النادي الاهلي ان انا اتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا، لان اللقب ده في الحقيقه يا مروان الجمهور الاهلاوي مفتقده جدا. هل انتوا طبعا النادي الاهلي باذن الله قادر على تحقيق هذا اللقب واعادته للجمهور الاهلاوي؟ انا كمروان محسن طبعا، انا نفسي طبعا، انا بموت انا عشان اخد بطوله افريقيا طبعا، نفسي اتحقق ان شاء الله، وزمايلي كلهم طبعا اكيد بيفكروا نفس التفكير. فاحنا مركزين السنه دي ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله، وبالمجموعه بالاضافات ان شاء الله بالاضافات اللي هتيجي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله، ونرجع بطوله افريقيا تاني للنادي الاهلي طبعا، والجمهور طبعا يستحق اكتر من كده، وبنشكره طبعا على دعمه لينا الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله يعني الانتصارات ان شاء الله الفتره الجايه. طيب عايز اخدك بقى للمنتخب يا مروان، وللاسف كان اخفاق كبير جدا لمنتخب مصر، وانت لاعب من اللاعبين الاساسيين في صفوف منتخب مصر، الاسباب ايه؟ عايزين نعرف الجمهور اسباب الاخفاق ده ايه؟ ولا فوق ما انا مش عارف، انا ممكن ما يبقاش فيه تركيز زياده، وما كانش يعني ما كانش، او ممكن بسبب الموسم التلاعب الموسم اللي احنا فيه، لعيبه جايه مش مريحه، ما عملتش فتره اعداد كافيه ممكن. مش يعني مش عارف اتكلم اقول ايه بصراحه، بس يعني هل هو ممكن يكون السبب فني مثلا يا مروان، ولا كان عليكم ضغط زياده، ولا كان في اجهاد مثلا؟
ده اكيد تاخد ده اكيد اي حد يبقى عليه ضغط ده منتخب مصر وتلعب في بلدك طبعا بيبقى مطلوب منك ان البطوله تبقى عندك تاخدها. ف في حاجات جديده ولا انا مش قادر اتكلم عن المدير الفني طبعا دي حاجه طبعا الناس بقى الكبيره اللي هي بتتكلم تعرف يعني هو يبقى ليه راي تاني طبعا انا ما اقدرش انا كلاعب ما اقدرش اتكلم عن المدرب بس اتمنى طبعا المنتخب الفتره الجايه ان شاء الله بالتوفيق يعني والتوفيق ان شاء الله في التصفيات يعني ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. طب اخيرا مش عايز اعطلك رسالتك لجمهور النادي الاهلي قبل الموسم الجديد سواء المحلي او الافريقي. لا يعني دعمهم لينا يعني دعمهم للعيبه كلها انا اتمنى ان هم يبقوا واقفين يعني واقفين على طول معانا يعني واقفين ورا الفرقه وان شاء الله يبقى دعمهم ده يزيدنا تاني ونرجع ان شاء الله اقوى من الاول باذن الله ان شاء الله ونجيب لهم افريقيا ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا مروان شكرا جزيلا نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن مروان محسن.